بلش بحرب 2006، كان بعده زوكاك مبلش، فبلش مش بصبو لتدخل اجتماعي، بس بلش بحاجة لإلنا لأنه نفعل بوقت البلد مشلول. واحد من أول المشاريع اللي عملناهم بزوكاك واللي كتير عزيزين على قلبي كان بحرب البداوي بال2007. اشتغلنا مع 50 ولد على مسرحية موسيقية هن اقترحوها، لها علاقة بكمية أغاني انكتبت بوقت الحرب، فهذا من أجمل المشاريع اللي عاملينهم. ما فينا نعمر نركب لأنه هذا الشيء رح يرجع يتخرب، فبنعمر بمنحة كتير مختلف، بنعمر بالمكان والوقت اللي نحن بقلبه، نحكي عن بعدين، بس بالبعدين له علاقة بالهلا. إذا بفكر إنه بكرة أفضل، اليوم ما بدي إياه بكبه، ضلني ناطرة هيدا البكرة، بس اليوم هو يلي عندي إياه. إذا بكب اليوم وبكب مبارح وبحب كب كل 30 سنة اللي قطعت فيهم، بكونوا راحوا علي. منيح اللي ما كبيتهم، أنا وناطرة بكرة الأفضل. كانوا حلوين يعني.